gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa saaka shir gudoominaya fadhiga golaha wakiilada Soomaaliland waxaana mudanayaasha aqalkaasi saaka u bilaabantay ka doodista xaaladda guud ee dalka waxa mudanayaasha dooda ka qayb qaadanaya ay si furan uga hadlayeen ogaanshaha xaaladda guud ee dalka sida siyaasadda arrimaha gudaha arrimaha dibadda doorashooyinka iyo xaaladaha colaadeed ee galbeedka iyo bariga Soomaaliland waxaana mudanayaasha ka qayb qaadanayay hadalladoodii ka mid ahaa وجهان وأنقوا حدود كذلك لكن حال التبعية ونسلاية هل وكدمينه خالين تدنود بعض بكتر سطعي مركا وحن الله عظيم تعادل في السنة يحب أن يبكر يدا دولد حلق في السنة صلاة الحوالين وعليك ورشوي بالغضانية waxaan la yaabay doorashooyinka meesha laga qabanayo marka doorashada sheegayo wadankii waa maxay dadkii iyaguna deganaayeen saddex maalin maxay ahayd dhulkii oo adoonka bacadka Soomaaliland inay ku dhigo ka sii baxayo intii sii badnaa sidee isku ka gelaya doorashooyinka ka qaba ee arrinta kuma garanayo maadaama saaxiibaa ka qaba إن عشوري لكرمية عشوري لكرمية دي دولة إسلامة هاي كثة ميسة حاش وصف عام وصف كثة ميسة وآخرت ميان ما كان كوني سكومات الدوف هذا العشوري كوني سوا سحر بار ما أبور ميا نكب بعمل شكال هذا كده وكان صوب حياة آن لك غدي دلت عيو سعرية لما تنوحها على الجرامية وحل العملية يوحل الإنسانية من كاسو أخرى لكذا نوالي بالبورية وسط البورية لكذا نوالي بالبورية هذا الدوت استبعاني سنة باعين كانت دولة سيكون عمو لهو خلد ويلة من كاسو وإن عفو تسائل كيالة سنة وإن لا تبقنا وإن سنة هرين بعيدة لها فقع الله حاضر الميل وحدي ليسو ورقوة مربعنا طريقي وأول بيتها تصنعوها يتصنع طي وحالتي إذا نوين ودولوك أين وحنا وحكتها وتحيني جريد عيالها أنا مريم وحا طفق على مغرنيا ومريم حكومة كورنا يسا قلبي تتكانا بابا وحمدنيا والحكومة أسوال يسا ميتي وأنا مشتري وأنا شيء والله يدعو المشتري وياي وأنا أتصور إلى المشروع. إذا كان في تشتري فريق ثاني يا واحد مشروع ممكن هاي راح يمشي. لو أنت تظهر أنا واش يعني. والله في الشيء هذا وزيد ما يقدر عشان نوصل الحاجات دي سكين وأنا أجي أشتري لهم شيء قال. تطلع أول مرة يبغى صوم رسالة من سنة بشيء من سنة بس فريق ثاني وقصة شنو في الوقت اللي هاي. حطوا مشروع ممكن تستلم حطوا فاقس هو حصل من باص. والله سيد الكلام حكومته إلى سنة ستة أفضل من كان ميلاه يكون في جيسة دوكا يكون في كلاد هذه الجيسة ميلاه أفضل دوغي مالها وأن اللاوي كنت لابا اللاوي الكريب غوشي بسديت كنت لابا قعدت بوسط ديكا كنت أشتر شنو عدي أن ديكسين ديكس كومولي بينما نياح صعبوها مصرة ورحل ماي ورسامي سعيد علي ورقة ورباهين تي اس بي سي مقالة دهار جيسة.